واستطاع رجال الجزائر وعبقرية رجال نوفمبر أن في 47 في 15 و16 فيفري 45 في يومين. في هذا المؤتمر الخلاصة تكريس العنوان الانتخابي حركة الانتصار كواجهة شرعية، وفي نفس الوقت تأسيس منظمة سرية شبه عسكرية مهمته التحضير للعمل المسلح. فكرة الثورة التي كانت وهم، إنيليزيا كانت إنيتوبي يوتوبيا، كانت حلما بعيد. المنظمة الخاصة ستنجح في إدخالها في باب الاحتمالات ممكن التحقيق، أي أن هذا لم يعد وهم، لم يعد حلم بعيد، وإنما أصبح الشيء قابل للتحقيق. لونسيتر تاع لايلان بلا بهم ما تخرج لايلان، سي محمد بوقرة كان فلوس، طيب واسمو الآخر كان، هذو كل كانوا في جمعة فلوس، بن مهدي فلوس، 22 17 منهم كل ملوس. هادويا اللي وراونا طريق الوطنية، اسمع لوس حاجة كبيرة، منها اللي انطلقت كلش، منها اللي انطلقت 22، من هذه انتلقت 6 اللي تلاقوا في لابوانت.